أهلا بكم مشاهدينا. تزايدت أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس باتجاه إيطاليا ومناطق أوروبية في الأشهر القليلة الماضية، وتضم قوافل الهجرة غير النظامية مصريين من بينهم نساء وأطفال، كان آخرها 200 مهاجر رسوا في ميناء طرابان الإيطالي بعد نحو أسبوع من إنقاذهم من مياه البحر المتوسط قبالة تونس. وتضم السفينة مهاجرين من بلاد عربية منها مصر وسوريا والمغرب بحسب وكالة رويترز. وقام مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من بلاد مختلفة بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وتقول بيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1100 شخص فروا من الصراعات السياسية والفقر والفساد في إفريقيا والشرق الأوسط لقوا حتفهم في مياه المتوسط منذ بداية العام. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من برلين سيد محمد الكاشف، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية، ازدادت وتيرة أعداد قوارب المهاجرين التي تضم في غالبها مصريين، بالتالي كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة وازديادها مؤخرا، وأيضا كيف تنظرون إلى أسبابها؟ أولا مساء الخير على حضرتك. هو زي ما حضرتك ذكرت إن في تزايد في أعداد المهاجرين اللي بيعبروا البحر المتوسط خصوصا من دول إفريقيا لأسباب مختلفة، لأسباب الصراعات السياسية والمسلحة، بسبب فقر الموارد، بسبب التغير المناخي، وللأسف إن سياسات الاتحاد الأوروبي متعنتة جدا في حقهم، ومؤخرا أصبح سفن الإنقاذ هي نشاط، يعني نشاط مدني من المجتمع المدني هو اللي بيمول الأنشطة ديت. مفيش العمليات الرسمية اللي موجودة في البحر المتوسط هي عمليات أمنية وعمليات حراسة حدود زي فرونتكس، وحتى جيوش الدول الأوروبية ما بتساعدش في إنقاذ المهاجرين. ولكن الظروف اللي موجودة في البلاد بتؤدي لعدد أكبر من المهاجرين بيطمح إن هو يوصل لأوروبا. السنة دي بس لغاية آخر يوليو 2021 كان عدد المتوفيين اللي ماتوا وغرقوا في البحر المتوسط في السنة دي 4400 شخص، والرقم ده يمكن احنا ما قابلناهوش السنين اللي فاتت حتى في سنوات الوصول زي ما بيقولوا، اللي هو وصل فيها لاجئين ومهاجرين كتير لأوروبا. بالنسبة للمصريين، المصريين انا عارف ان واحنا عارفين ان المصريين عدد العمالة المصرية في ليبيا من زمان جدا عدد كبير جدا، وبعد الثورة الليبية وبعد الصراعات المسلحة في ليبيا لسه في اعداد كبيرة من المصريين موجودين في ليبيا. غير ان احنا الاخبار كانت بتقول لنا من كام يوم ان الجانب المصري كان مرحل عدد لا باس به من المصريين اللي بيتمسكوا كانوا عبروا الحدود بشكل غير رسمي الى ليبيا. معنى كده ان لسه في نشاط وحركه هجره او حركه انتقال. طيب استاذ محمد، من مصر لليبيا، اتفضل يا فندم. الامم المتحده تقول ان اسباب الهجره من بلدان افريقيه وبلدان في الشرق الاوسط هي أسباب صراعات سياسية وتعود لأسباب اقتصادية أيضا، هل هذا ينطبق على مصر؟ يعني مصر بالتأكيد فيها صراع اجتماعي اقتصادي فظيع، يعني برغم خلينا نقول المشاريع الضخمة والعملاقة التي تتبناها الدولة المصرية، ولكن المواطن العادي لسه بيحس أكيد بنفس الموضوع. يعني الناس أضرب بهذا، فعندنا احنا الميكس ما بين يعني بعد خلينا نقول حركه جماهيريه وثوره ومطالب وتحقيق لتغيير النظام للوضع الحالي، فاكيد طبعا احنا عندنا الاثنين. طيب كيف تتعامل الدوله المصريه حسب رايك مع هذا الملف؟ كيف تتعاطى معه؟ هل هناك معالجات لجذور هذه المشاكل؟ يعني سيما وان مصر تعالج هذا الموضوع بحلول أمنية، بالتالي هل ترى أن الحلول الأمنية كافية؟
بص حضرتك، خلينا نكون منصفين شويه. هو مش بس حلول امنيه، لان احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا لما نيجي نشوف الروت كوزز او الاسباب الجذريه اللي بتخلي المواطن المصري يهاجر او يطلع بره مصر، احنا بنبص يعني احنا كمصريين عارفين وضعنا، عارفين الوضع الاجتماعي، عارفين الوضع الاقتصادي، عارفين نسبه البطاله، عارفين نسبه العماله الغير نظاميه، يعني احنا عندنا ادراك لده. ولكن لما بنيجي ننفذ الاجنده، بعيدا عن الاجنده الامنيه وبعيدا عن حراسه الحدود والريبريشن او الضغط اللي حاصل، ولكن لما بنيجي نعمل حلول تنمويه وتكون حلول مستدامه، بنبص للاجنده الاوروبيه. هم شايفين الموضوع من نظرتهم، بيحصل تنفيذ مشاريع تنموية في اتفاقات ما بين مصر ودول أوروبية والاتحاد الأوروبي، بيتم ضخ أموال يعني في هذه المشاريع، ولكن هل هي فعلا بتعالج الجذور ولا لا؟ يعني السؤال دوت يجيب عليه الواقع. يعني هل ترى أي تنسيق بين مصر وبلدان أوروبية؟ يعني تذكر أن هناك دعم أوروبي لمصر برغم ما تقوله الأمم المتحدة، هناك ظروف سياسية تدفع المصريين إلى الهجرة. بالتالي هل هناك تنسيق بين مصر والدول الأوروبية لتوجيه هذا الدعم بما يعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة؟ ما هو احنا زي ما حضرتك بتقول ان الموضوع متورط في عامل سياسي، في طبعا اتفاقيات وفي تعاون ما بين مصر والاتحاد الاوروبي ودول اوروبيه من زمان في الملف ده، من 2015 كان واضح جدا بشكل رسمي وانضمام مصر للخرطوم بروسيس، عمليه اجراءات الخرطوم لمواجهه الهجره الغير شرعيه، ويعني ده واضح جدا، ولكن يظل الموضوع ما فيش اصلاح سياسي. ما هو ده الواقع، ما فيش اصلاح سياسي، والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه مش بتدفع في هذا الاتجاه. يعني ما فيش دفع في اتجاه ناحيه اصلاح. هو احنا شايفين ان المشكله اقتصاديه، فاحنا نعمل مشاريع، احنا نحاول نعمل حملات تعليميه، احنا يبقى في ممثل زي الجي اي زد اللي هي الهيئه الالمانيه للشراكه الدوليه في التنميه، ان احنا نعمل التنميه، ان احنا نعمل تعليم بديل، بس الاصلاح السياسي مش مطروح. طيب، الدوله المصريه هي الشريك السياسي. مؤخرا لوحظ ارتفاع في وتيرة هذه الظاهرة، ازدادت عدد أعداد القوارب، قوارب الهجرة غير النظامية. برأيك هل هذا موضوع قديم وتم تسليط الضوء عليه الآن، أم هو فعلا ازدياد في وتيرة أعداد المهاجرين المصريين؟ لو بنتكلم عن مصر، لا هو مصر الموضوع مش جديد خالص، احنا بنشهده حتى من ايام من قبل ثورة يناير في 2011، أنا أقصد من التعيينات لنظام الارتفاع في مبارك، وتيرة الهجرة. فيما بعد ذلك كان في نشاط ملاحظ جدا من 2013 لحد نهايات 2016، وابتدت الدولة المصرية تتدخل في 2017 من خلال عدد من الإجراءات الأمنية، وكان في تناقص في عدد المهاجرين المصريين إلى أوروبا في الفترة لحد 2020، وبعد كده ظهر تاني إن في نشاط ملاحظ وفي ناس بتخرج من مصر مجددا برغم الحلول الأمنية، ولكن قلنا قبل كده إن الحلول الأمنية دي مؤقتة. في 2016 كان عدد القُصّر المصريين اللي واصلين لإيطاليا هي أعلى جنسية وصلت لإيطاليا من إفريقيا في 2016 بالنسبة للقُصّر المصريين. طيب، فالموضوع لا، الموضوع مش جديد، ولكن كان في حلول أمنية كانت حلول فعالة، ولكن تم التعليق إنها حلول مؤقتة، هذه غير حلول مستدامة. طيب، أنا لا أقصد هل هو جديد أم قديم، أقصد ارتفاع وتيرة الهجرة. معروف أن مصر تملك أوراق ضغط مهمة، ومن ضمن أوراق الضغط المهمة هي ورقة الهجرة، وأيضا ملف محاربة الإرهاب. ولكن فيما يخص يعني ورقة الهجرة، هل باعتقادك أن ارتفاعها اليوم وازدياد وتيرة هجرة القوارب، أعداد قوارب المهاجرين، ربما هناك رسالة تريد مصر من خلالها أن تستخدم هذه الورقة، بحيث لاحظنا أن هناك ازدياد في أعداد المهاجرين المصريين، هل أنت مقتنع بمثل هذا الربط؟ أعتقد يعني مع طبعا مع وجاهة الرأي دوت، ولكن لا، مصر لو عايزة تبين أو تدي
إشارة حمراء أو جرس إنذار لأوروبا إن أنا عندي بوابة مهاجرين، مش هتبقى بالأعداد دي، لأن الأعداد دي مقارنة وإن كانت مرتفعة وبترتفع، ولكن مقارنة بجنسيات تانية أو مقارنة في الإطار العام لا، لسه أعتقد الدولة المصرية مش مقررة تعمل ده، ولكن هو كباسيتي، يعني هو في الآخر قدرة. أنا مش هقدر أقفل الحدود تماما، وأكيد هيفضل طول الوقت منافس، حتى لو هي منافس خطرة أو طرق خطرة الناس هتلجأ لها، لأن هو دوت المتاح. طيب يعني إحنا من سنة فاتت وجدنا كان في 6 جثث لمصريين في الصحراء الليبية ومكبلين، وواضح إن هم تعرضوا للتعذيب، فالناس دي خدت طريق خطر، طريق موت، لأن هو ما كانش فيه غيره. طيب ومع الوقت الإنسان بيكتشف مخارج أخرى. أشكرك. من برلين أستاذ محمد الكاشف، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين، شكرا جزيلا لك.